اهلا بكم اعزائي الطلبه والطالبات التعليم الفني في حلقه جديده من برنامج في بيتنا مدرسه. وطبعا حلقتنا النهارده مخصصه لطلبه التعليم الصناعي تخصص نسيج. يمكن في الحلقات اللي فاتت احنا كنا شغالين على موضوعات مهمه جدا في ماده الالات، وكنا بنتكلم عن ان الماده دي كان فيها اجزاء. في الجزء الاول منها من منهجنا كان بيتكلم عن اجهزه الامرار. يمكن بس احنا برضو بنأكد على الموضوع دوت ان مرحله الدبلوم ما عنديش فصل دراسي، يعني احنا بنمتحن او بندرس الفصلين مع بعض، او بمعنى اصح ما عندناش ترم، فبالتالي احنا بنمتحن في نهايه العام على المنهج كامل. الماده بتاعتنا زي ما اتكلمنا قبل كده وقلنا ان هي بتساعدك اكتر على الجزء الخاص بالعمل، يعني معظم اللي احنا بناخده في الجزء النظري بنلاقيه برضو موجود في الجزء العملي، فبالتالي بتساعدك اكتر على ان انت تقدر ان انت تحصل الجزء العملي كمان معاك. فبالتالي بناخد هنا فنيات تساعدنا ان احنا نقدر نعدي الجزء العملي. دي حاجة. الحاجة التانية المهمة عندنا طبعا احنا زي ما احنا شايفين وزي ما احنا لاحظنا الفترة اللي فاتت بنحاول نزود طرق التواصل معاكم بقدر الامكان. اخر حاجة عندنا الجروب التليجرام لسه عاملينه، يمكن ما كملش معانا فترة كبيرة لكن موجود عليه طلبة كتير جدا من طلبة التعليم الفني، وكل موجود عليه المدرسين بتوعنا الموجودين عندنا في قناة التعليم الفني. الغرض من تواجدنا مع بعض ان احنا نرد على اي استفسارات خاصة بيكم، فبالتالي اي سؤال عندك ابعته لنا على الجروب، سواء كان جروب تليجرام ان كان على صفحة الفيس ان كان على قناة اليوتيوب، هتلاقي الاساتذة موجودين في كل الصفحات دي منتظرين اسئلتكم عشان يردوا عليها. بالتالي بنحاول نوصل لكم بقدر الامكان على قد ما نقدر بحيث ان ما يكونش في حاجة ناقصة من عندنا، سواء كنت في السنوات النقل او حتى في السنة النهائية سنة الدبلوم سواء كانت الثلاثة او الخمسة. الحاجة التانية طبعا المنتديات قطاع التعليم الفني ما زالت شغالة ومستمرة، وبيتعرض عليها جميع الشروحات بكل الاشكال سواء كانت مكتوبة او مسموعة او مرئية، هتلاقي كل اللي انت عايزه موجود عندنا في المنتديات لجميع الشعب والتخصصات. نرجع الجزء الخاص بينا وهو الجزء الخاص بآلات النسيج. زي ما قلنا مادة الآلات مادة معروف ان هي بتساعدك ان انت تكتسب كل المهارات الخاصة بتخصصك، وبتناقش فيها او بتتعلم فيها كل ما يخص المعدات والآلات اللي موجودة في تخصصك. الجزء الخاص معانا النهاردة وهو كنا بنتكلم عليه في الحلقة اللي فاتت هو كان جهاز البيتري والأجهزة اللي بيكون منها الجهاز ده. احنا قلنا ان الغرض من وجود جهاز ده عندي في المكنة هو استمرارية عمل الماكينة بدون توقف، ده الغرض الاساسي منه. لكن هل وجوده في المكنة مؤثر او عدم وجوده مؤثر؟ هو التأثير الوحيد انه بيخلي المكنة تشتغل باستمرار، لكن لو مش موجود خالص برضو المكنة تفضل شغالة، لان هو ما يعتبرش من ضمن الحركات الاساسية، لا ده هو حركة مكملة اتوجدت او غير موجودة المكنة مستمرة في العمل. كل اللي بيعمله معايا ان بدل ما كنت بقف واعطل عشان اغير ماسورة اللحمة لما بتخلص، لا ده كل اللي بيحصل ان هو بيغير الماسورة اثناء عملية التشغيل. بيحس الكلام ده ازاي؟ بيحس بمجموعة من الاجهزة الموجودة عندنا على المكنة، بتنقل الامر للجهة الاخرى وبيبدأ يقول لي ايه الموضوع وازاي ان انا محتاج ان انا اكمل ان انا اقوم بعملية التغيير في الجهة الاخرى. هنسترجع حاجة بسيطة جدا. طبعا احنا المفروض عندنا النهاردة كلامنا يكون على موضوع الفيلر، وطبعا احنا المرة فاتت اتكلمنا عن الفيلر الميكانيكي، وهنتكلم النهاردة برضو على الفيلر الكهربائي. يمكن خدنا جزء بسيط منه المرة اللي فاتت، لكن تعالوا نسترجع جزء بسيط جدا من اللي خدناه في الفترة اللي فاتت وهو المكوك وشكله ووضعه. هنا طبعا شايفين ان المكوك بتاعي طبعا تغير شكله بالشكل اللي قدامنا ده، طبعا وماسورة اللحمة زي ما احنا شايفين اتغيرت وبقى فيه هنا مجموعة من الحلقات في رأس الماسورة، وهنا طبعا المردن اتشال من المكان ده وبقى فيه مكانه الكليبسين اللي بيمسكه على الماسورة اثناء التركيب. فاصبح الماسورة اثناء تركيبها اقدر ان افكها واقدر اركب مكانها اوتوماتيك من على المكنة ببعض الاجهزة الموجودة عندي على الجهاز. هنا طبعا ده شكل الفكين الموجودين عندي في المكوك، وطبعا راكب الشامبر الصغير ده بيعمل على الامساك بالكليبس ده عشان خاطر يخليه في وضع الاستعداد للفك والتركيب اثناء التشغيل. هنا طبعا الجزء بتاع اللضمة اللي موجود عندي في الطرف الامامي من المكوك طبعا هو قرب الغراب الموجود قدامي في الطرف الامامي، فبالتالي بنلاقي اللضمة اللي بيمر منها خيط اللحمة، وطبعا بتساعد على
الحفاظ على الشد بتاعه بانسياب الخيط بشكل افضل. وطبعا ده بيساعده اكتر كمان طريقه لف الماسوره نفسها، اذا كنت لافف الخيط على الماسوره بشكل منتظم فبالتالي هيطلع لي برده بالشكل المطلوب. هنا طبعا ده شكل المكوك اثناء تواجده داخل الدرج في الطرف اللي فيه جهاز الفيلر، وهنا الفتحة اللي بيخش منها الاصبع بتاع الفيلر سواء كان كهربائي او ميكانيكي عشان يبدأ يحس هل الماسورة ممتلئة او فارغة. زي ما احنا ملاحظين هنا ان الماسورة بتفرغ بالتدريج مش بتفرغ مرة واحدة، معنى كده ان تم لفها بالتدريج، تم لف الجزء هنا مثلا الاول بعد كده بدأ يبني عليه سنة سنة لغاية لما وصل للطرف النهائي بتاع الماسورة، طبعا بينتهي الخيط عند اخر حلقة موجودة هنا طبعا. وهنا طبعا المواسير انواع، مش كل المواسير بنفس الشكل، عندي مواسير بيتلف عليها الخيط سواء كان حرير لمواسير معينة واذا كان من اي نوع تاني بيكون له تأثير او يكون له شكل مختلف. هنا طبعا نتكلم على الاجهزة بتكون منها جهاز تغيير ماسورة اللحمة، وطبعا زي ما احنا اتفقنا ان كل جهاز منهم عبارة عن جزء لا يتجزأ من الحركة الخاصة به الجهاز، وبيبدأ الأجهزة بتاعتنا بحساس اللحمة الفيلر، وده موضوعنا النهاردة، وفي منه نوعين الفيلر الميكانيكي والفيلر الكهربائي. بعد كده عندي حساس المكوك، وبعد كده عندي مستودع مواسير اللحمة، وده اللي بيبقى موجود في المواسير الممتلئة، وده طبعا بيسمى البتري، فطبعا أطلق الاسم على كامل الجهاز لكن هو الأساس هو المستودع. بعد كده المقص، وده طبعا من ضمن الأجهزة المهمة اللي موجودة عندي في الجهاز، وده طبعا بيعمل على الإمساك بخيوط اللحمة سواء كان اللي انتهت أو الجديدة اللي داخلة مع الماسورة الممتلئة. هنبدأ بقى نتكلم على حساس اللحمة الميكانيكي، وطبعا احنا اشتغلنا الميكانيكي فبالتالي احنا هنراجعه فقط ونبدأ ننقل على اللي هو الكهربائي. الأجزاء اللي بتكون منها حساس اللحمة الميكانيكي سريعا كده، مجموعة الأجزاء هنا طبعا ظهر الدرج، ماسورة اللحمة، إصبع الحساس، علبة الحساس المكوك، والكوع الأفقي، والشعبتين. احنا هنا بنتكلم عن أجزاء وبنتكلم عن حركة كمان، الحركة دي هتتم ازاي؟ لما بيدخل المكوك داخل الدرج بيبدأ يتقدم الدف بالكامل عشان يوصل لعلبة الحساس، وفي المرحلة دي بيبدأ الإحساس بالماسورة إذا كانت ممتلئة أو فارغة، ودي طبعا الأساس في عملية الحركة إن أنا أحس إن كانت الماسورة ممتلئة أو فارغة. معنى أصح إذا كانت فارغة بيبدأ يدي أمر للجهة التانية عشان يقوم بعملية التغيير، إذا كانت ممتلئة بيفضل التشغيل مستمر بدون توقف، فبالتالي لازم أخلي بالي من الجزئيات دي أثناء عمليات التشغيل. هنا طبعا حركة التشغيل هنشوفها بشكل مبسط، عندي حالتين، الحالة الأولى في حالة إن اللحمة تكون الماسورة ممتلئة بخيط اللحمة، في الحالة دي مفيش تغيير فهنشوف الحركة دي هتتم إزاي. هنا هنوريكم الحركة، المكوك بيدخل الدرج بيتقدم الدف بالكامل للأمام طبعا بكل الأجهزة اللي راكبة عليه، بيبدأ الإحساس بالخيط الموجود على الماسورة طبعا ممتلئة، فبتفضل الأجزاء زي ما هي في ثابتة في مكانها، دي الحالة الأولى. وهنقولنا جميع الأجزاء هنا مش هتتأثر ولا هتتحرك ولا هيحصل أي تغيير. الحالة الثانية ماسورة لحمة فارغة من خيوط اللحم، مفيش عندي خيط لحمة موجود على الماسورة، تعالوا نشوف الحركة دي هتتم ازاي. هنا طبعا المكوك مستعد لدخول الدرج، بيدخل الدرج بتاعه بيتقدم الدف للأمام، أول ما يتقدم للأمام بيحسه الإصبع، طبعا أول ما بيحسه بيميل بينزلق على سطح الماسورة، انزلاقه بيخليه يميل بالشكل ده، طبعا انزلاقه ده بيخلي كل علبة الحساس بتثبت أو بتبقى ككتلة واحدة، بينقل الحركة للذراع الأفقي ده طبعا، وبينقل الحركة للشعبتين وبتتنقل أو بيترفع بحيث ان هو أثناء التقدم بتاع الدف ده بتبدأ تنقل حركة أو يدي الأمر للجهة الأخرى عشان جهاز البتري يبدأ يقوم أو يجهز بعملية التغيير. طبعا أنا عشان أقوم بعملية التغيير دي محتاج إن الجهاز اللي في الجهة المقابلة اللي احنا بنقول عليه المستودع وبقية الأجهزة المكونة ليه تبدأ تجهز للحدفة التالية. معنى الحدفة التالية يعني أنا عندي الجهاز بتاعي أو المكوك بتاعي هيطلع من الجهة، لو أنا زي ما قلنا خلي المكنة قدامي، فبالتالي على ايدي الشمال هيكون جهاز الفيلر وانا واقف قدام المكنة، ايدي الشمال عندها جهاز الفيلر، في اليمين الخزان او المستودع او البتري نفسه، فبالتالي انا هنا باخد الامر من الفيلر
هو اللي بيحدد لي اذا كان المصور عليها خيط لحمه ولا لا، وبروح في الجهه المقابله على طول عن طريق الزراع او عن طريق الاسطوانه او الماسوره اللي مربوط بيها الجهازين اللي بتنقل الامر من الجهه الشمال توديه للجهه اليمين عشان تقوم بعمليه التجهيز، بتبدا تتحرك عشان تخلي جهاز البتري يجهز لعمليه التغيير. الجهاز البتري مش هو اللي بيقوم بعمليه التغيير، الاجهزه اللي جوه اللي بتكونه هي اللي بتقوم بعمليه التغيير. طبعا الكلام ده هنبدا نشوفه في الاخر مع التجهيز الخاص بحركه التشغيل بالكامل. طبعا هنا احنا بنتكلم عن حركه تشغيل للجهاز، وهنا طبعا عند الاجزاء اللي بيتكون منها الجهاز بالشكل اللي احنا شايفينه ده، على ظهر الدرج زي ما قلنا، ماسوره اللحمه هي اللي جوه المكوك، واصبع الحساس هو الاساس. لو لاحظنا ان اصبع الحساس هنا في ياي، ايه سبب وجود الياي هنا؟ لو كانت الماسوره ممتلئه، طبعا ده ميكانيكي معناه زي ما قلنا قبل كده ان الاصبع بتاعه هنا خشن، عليه مجموعه اسلاك كده بتخلي سطحه خشن. عشان ليه خشن؟ عشان يتشابك مع خيوط اللحمه اذا كانت موجوده عندي على الماسوره، فبالتالي اثناء تقدم الدف للامام بيتشابك الشعبه بتاعته او الاصبع بتاعه بيتشابك مع خيوط اللحمه الموجوده على الماسوره، فبيضغط عليه الدف، فطبعا اثناء ضغطه بيرجع معاه للخلف داخل علبه الحساس، وبالتالي هيساعده على الرجوع للخلف ان المنطقه دي بالنسبه له حره. طب يرجع لوضعه الاصلي ازاي؟ بفعل الياي بعد زوال تاثير الضغط الخاص بالدف، بعد زوال تاثير او عوده الدف للخلف، فبالتالي بيرجع تاني لوضعه الطبيعي بفعل سحب الياي للاصبع. طب انا لما ضغطت عليه كده ورجع للخلف ايه اللي حصل؟ انا بعدت تاثيره عن الذراع الافقي ده، يعني بالتالي مش هتوصل الحركه للكوع الافقي ولا هتوصل للشعبتين، فبالتالي مش هيكون في تغيير. لكن في حاله التغيير بيميل، فبالتالي ما فيش اي تاثير غير هنا غير الاماله، فبالتالي بيوصل الحركه على طول للذراع وبتبدا تكمل الحركه بتاعتي عشان يقوم بعمليه التغيير. ده كان الجزء الخاص بالفيلر الميكانيكي. الفيلر الكهربائي هو اساس حلقتنا النهارده. ده طبعا شكل ماكينه النسيج اثناء عمليه التشغيل. الفيلر بيكون موجود في الطرف ده هنا، طبعا احنا شايفينه الجزء اللي لونه ابيض ده اللي بيتقدم عليه الدفع عشان يحس بوجود خيط لحم على الماسوره او لا. طبعا بيتكون من مجموعه اجزاء، الاجزاء دي طبعا بما ان هو كهربي فبالتالي اجزائه هتكون بسيطه. واول حاجه اصبع الحساس، اصبع الحساس موجود في مكان كده او في شكل يشبه الفيشه الخاصه بالكهرباء او اي جهاز عندك يشبه اصبع الفيشه بتاعت الكهرباء، بس هنا الاصبع هنا مختلف، الاصبع هنا متحرك، اصبع الحساس هنا متحرك بينضغط في بعض الاحيان. طب هو بينضغط امتى؟ بينضغط اثناء تقدم الدف للامام. طب هو بينضغط كل حدفه او ولا كل حدفتين؟ بينضغط كل حدفتين. مين اللي بيضغطه؟ الايه؟ الماسوره. طب معنى الكلام ده ان الاصبع او العلبه نفسها ثابته في مكانها؟ اه، ده انت كل ما بيكون في ماسوره لحمه في الدرج المقابل لعلبه الحساس بيتقدم الدف ومعاه الماسوره، والماسوره بتلمس الاصبع سواء كانت مليانه او فاضيه. طب امال ايه المشكله؟ طب هو ليه صبعين وايه الوضع بتاعها ده؟ اللي حاصل ان انا عندي الاصبعين دول في واحد فيه بيمر فيه تيار كهربي والتاني لا. اللي بيحصل اني عايز اوصل التيار الكهرباء بين الاصبعين. ايه الوسيله اللي تقدر توصل الكهرباء ما بين الاصبعين؟ ان يكون في جزء معدن على الماسوره، بالتالي شكل الماسوره هنا هيتغير. يبقى هنا عند الماسوره اللي هتشتغل على الفيلر الكهربائي شكل، والماسوره اللي هتشتغل على الفيلر الميكانيكي شكل تاني. الفيلر الكهربائي لازم الماسوره بتاعته تكون في المنطقه اللي قصاد اصبع الحساس تكون من المعدن، وطبعا في الغالب بتكون من معدن النحاس. فالاصبعين لما بيلمسوا الماسوره بيحصل توصيل للتيار الكهربي عن طريق الجزء او المعدن الموجود عندي على ماسوره اللحمه، فبالتالي عند تقدم الدف للامام بتلمس الماسوره اصبعي الحساس. الماسوره اللي بتلمس، الاصبعين ثابتين، فبالتالي اثناء تقدم الدف للامام وعودته للخلف في التقدم بتلمس، والعوده للخلف بتجهز للحدفه اللي بعد كده. في الحاله دي هو بيحس الماسوره كل حدفتين لانه موجود في طرف الماكينه، موجود على الشمال. طب اذا كان كل حدفتين، طب قضى الماسوره فديت في الحدفه اللي قبلها، فايه اللي هيحصل؟ هقول لك لا، الامر ده غير وارد، يكون وارد في حته واحده بس. وارد في لو كان الماسوره بتاعتي مش
المكوك بتاعه ما بيروح في الجهه الاخرى اثناء عمليه التغيير، وهو حس خلاص الماسوره فرغت، فكل ما بتروح عشان تغير بيحصل مشكله فبترجع تاني تعمل حتفه، في النهايه بيخلص الاحتياطي كمان الموجود على الماسوره والمكنه بتعطل في مكانها عشان اقوم بعمليه التغيير اليدويه. يبقى انا عندي هنا كمان احتمالات، احتمال التغيير اليدوي بتبقى امتى؟ بتبقى في حاله عدم ثبات المكوك في موقعه اثناء عمليه التغيير. طيب هو اللي جاب الكلام عن ثبات المكوك في الجهه المقابله اللي هي تحت جهاز البتري والحساس اللي في الجهه الاخرى؟ اللي بيحصل ان الحساس بيحس في الجهه الشمال وبيدي الامر للماسوره الممتده بعرض الماكينه، وبتبدا جهاز حساس تامين المكوك يبدا يرتفع، وده طبعا من ضمن الاجهزه الموجوده عندي، ويبدا الدف يتقدم للامام ويطمن الحساس ان المكوك ثابت في مكانه. بمعنى اصح لو المكوك متحرك عن مكانه ملي واحد بس هتحصل مشكله. ايه هي المشكله؟ لما يجي يضرب الشاكوش على الماسوره وتنزل على الدرج بتاعي وتنزل على المكوك عموما، وهتيجي يا اما مرحله لقدام شويه يا اما لورا شويه عن الماسوره اللي راكبه، بالتالي الحلقات المعدنيه مش هتنزل في الموضع بتاعها، يا تكون متقدمه يا تكون متاخره. ايا كان، لو كانت متقدمه شويه هيحصل اصطدام ما بين الماسوره الممتلئه مع الماسوره الفارغه مع المكوك كمان، فممكن يحصل كسر للمكوك لان الضغط هيكون عالي جدا بقوه. طب انا عشان اتفادى ده موجود حساس تامين المكوك، طول ما المكوك ثابت في مكانه الصح هتتم عمليه التغيير. طب لو مكوك مرحل استحاله تتم عمليه التغيير وهيقوم بعمل حتفه كمان. طب لو عندي عطل ميكانيكي مش مخلي المكوك بتاعي يثبت في مكانه، بيرتد كل ما بيدخل الدرج بتاعه بيرتد سنه للخلف، ايه اللي هيحصل؟ مش هتتم عمليه التغيير وهيقوم بعمل حتفتين كمان، هيروح ويرجع لان التغيير عندي في الجنب اليمين، فبالتالي لازم اروح في الجنب الشمال اعمل حتفه وارجع تاني بحتفه للجنب اليمين، وحساس الفيلر هيحسه مره تاني. يبقى ممكن يحس المكوك اكتر من مره ان الماسوره عليه فاضيه. طب وعدم تغييره ان المكوك بيرتد عن الموضع المفروض يثبت عليه، يبقى لازم المكوك لما يطلع من الجهه الشمال اللي فيها جهه الفيلر ويروح للجهه المقابله اللي هي الجهه اليمين في الدرج الثاني تحت البتري لازم يثبت في الموضع الصح عشان تتم التغيير الماسوره بشكل سليم. التحرك للامام او الخلف ملي واحد هيمنع عمليه التغيير. مين المسؤول على العمليه دي؟ حساس تامين المكوك. يبقى في اجهزه تانية بدات تظهر معايا في الجنب اليمين، حساس تامين المكوك، ولسه كمان عند الشاكوش، ولسه المقص. ثلاث اجهزه موجوده في الطرف الثاني شغلتها التغيير، بس مش هتتحرك بقيه الاجهزه الا لما الحساس يقول لي ده المكوك ثابت في مكانه. تعالوا نشوف الجزء الخاص بقيه الاجزاء الخاصه بجهاز الفيلر الكهربائي. هنا بنقول اصبع الحساس، وزي ما احنا شايفين ان تحتيهم ياي، معنى كده ان هو بينضغطوا لداخل علبه الحساس. يبقى هنا اصبع الحساس زي ما قلنا واحد فيه تيار كهربي والتاني منتظر وصول التيار الكهربي فيه. طيب ازاي هيتم عمليه التوصيل؟ عن طريق تلامس الاصبعين للقطعه المعدنيه اللي موجوده عندي في ماسوره اللحمه. هنا طبعا الياي ده طبعا بيساعد على الانضغاط، زي ما احنا شايفين هنا الاصبع اللي هو بيتحرك عليه الصبعين الموجودين في طرف علبه الحساس بيتحركوا للامام والخلف اذا تلامسوا مع ماسوره لحمه. طيب اذا تلامس وكان في خيط، معنى كده ان التيار الكهربي مش هيتوصل ما بين الاصبعين. طب في حاله عدم وجود خيط في منطقه الحساس هيبدا يحس. طب وفي الحاله دي هي الماسوره بتكون فاضيه خالص؟ لا، ده بيكون ملفوف عليها كميه خيط احتياطي ورا الجزء المعدني الموجود عندي على ماسوره اللحمه. هنا ده شكل علبه الحساس وهي مثبته في المسند الصدر بتاعي، وهنا شكل ماسوره اللحمه اثناء تلامس اصبعي الحساس. هنا ده مش صباع واحد، انا شايفه من الجنب شكله اصبع، لكن زي ما احنا شفناه في الوضع الافقي من شويه كان اصبعين. فبالتالي الاصبعين بيلمسوا الجزء المعدني الموجود عندي على ماسوره اللحمه، وبالتالي بيبدا يوصل التيار ما بين الاصبعين، وبالتالي بيبدا يدي الامر لعلبه الحساس عشان تبدا ان هي تتحرك ويبدا تكمل الحركه بتاعتي زي ما هنشوف كمان شويه.
هنا طبعا ده مربوط ومتثبت كويس جدا في مسند الصدر الامامي، وطبعا اللي بيساعده على عدم التكسير ان الاصبعين دول مركبين على ياي، فبالتالي بينضغطوا ويرجعوا لوضعهم التاني او الطبيعي بعد زوال تأثير الماسورة. هنا طبعا هنبص نلاقي هنا ده شكل الاصبع الحساس، وهنا طبعا هو راكب عندي في الجزء الامامي للماكينة، وهنا حائط الدرج زي ما احنا شايفين، وهنا زي ما احنا شايفين ان الاصبع بيمر من الفتحة الموجودة في حائط الدرج الامامي، وكمان بيمر في الحائط الامامي للمكوك وبيدخل يلمس الماسورة. الجزء الداخلي ده هو الماسورة، بالتالي لازم يكون في فتحة موجودة عندي في الجنب بتاع الدرج وكمان في جنب المكوك عشان اقدر ادخل فيها ايه، ادخل فيها الاصبع الحساس. طب اصبع الحساس زي ما قلنا هو ما بيتحركش، ده ثابت، الجنب ده كله ثابت مربوط في مسند او في منطقة مسند الصدر، بالنسبة لي هي مش على المسند لكن هي في الجنب الشمال منه. طيب هنا اللي بيتحرك الدف، بيتحرك للامام والخلف، في الخلف بيرجع منتظر حركة او مرور المكوك، للامام بيبدأ يتقدم على الحساس عشان يشوف الحركة بتاعته. طب هو الكلام ده شغال كده كل حدفة؟ الدف بيتحرك كل حدفة، الدف لازم يضم اللحمة كل حدفة سواء كان المكوك في الجنب اليمين او في الجنب الشمال، تمام كده؟ يبقى الحركة بتاعتي هتبقى بالشكل ده بالنسبة للدف. احنا قلنا الجنب ده ثابت مفيش حركة، ده مربوط في الجنب الشمال قرب يد التشغيل كمان. في الحالة دي انا عندي الدف متحرك للامام والخلف، بيعود للخلف بفتح النفس بمر المكوك بيتقدم للامام عشان يضم خيط اللحمة، اثناء تقدمه للامام بيبدأ يتم عملية الاحساس. طيب احنا قلنا ان الدف بيتحرك للامام ويعود للخلف كل حدفة، طب معنى كده ان مرة بيكون في المكوك وبيتقدم وبيرجع، ومرة بيكون فاضي بيتقدم وبيرجع. طب في فترة فاضي دي او في الوضع الفاضي ده الحساس هنا اللي في الجنب الشمال وضعه ايه؟ ما هو لما هيتقدم الدف للامام ومفيش اصلا مكوك في الجنب الشمال والاصبع بيدخل في فتحة الدرج مش هيلقى مكوك اصلا ومش هيلقى ماسورة، فبالتالي الاصبعين ما وصلش ما بينهم التيار، مفيش ماسورة عشان توصل، فبالتالي المكنة مستمرة وما حسش بحاجة. الاحساس بتاعه بقى الاكتر ان لما يكون في مكوك في الجنب الشمال عشان يتقدم الدف ويبدا الاصبعين يلمسوا ماسوره اللحمه، يعني سواء الاصبع لمس الماسوره او ما لمسهاش المكنه مستمره في العمل في حاله وجود الايه خيط لحمه على الماسوره. طب هو في الجنب اليمين شغله الحساس ايه؟ ما هو مفيش مكوك فخلاص هو مفيش احساس، يبقى حدفه على الفاضي بالنسبه له، مفيش انضغاط للاصبع، مفيش توصيل كهرباء بين الاصبعين في حاله عدم وجود حاجه وخلاص مفيش ماسوره، يبقى الاصبع موجود في الجنب الشمال، الدف مره بيدخل عليه بماسوره لحمه ومره بيدخل عليه الدرج فاضي. في حاله الاحساس بماسوره اللحمه بس لما يكون مكوك في الطرف الشمال بيتم عمليه الاحساس. طب لما بيروح في الجنب اليمين ويتقدم الدف للامام مفيش ماسورة لحمة مفيش مكوك اصلا، فبالتالي الاحساس بالنسبة له غير مؤثر لان المكوك عندي في الطرف اليمين. في حالة التغيير والله الجهاز هيبدأ الحركة بتاعته، في حالة عدم وجود تغيير فبالتالي هيبدأ يكمل الحركة بتاعته ويطير من الجنب اليمين يروح الجنب الشمال ويتم عملية الاحساس مرة تانية. طب في هنا مشكلة، لو الخيط فرغ تماما من على الماسورة، انا فضلت كل ما احس الفيلر يحس ان في الخيط فرغ من على الماسورة يروح يغير المكوك، ما بيغيرش الماسورة وبيرجع تاني يعمل حدفتين ويرجع عشان يغير مش قادر يغير وهكذا لغاية لما الاحتياطي خلص من على الماسورة. الحالة دي مين اللي هيوقف المكنة؟ هيوقف المكنة مجموعة من الاجهزة المكملة المسؤولة عن الاحساس بوجود لحمة او ارتخاءها، اذا كانت في لحمة موجودة هيكمل تشغيل الماكينة، اذا كانت مرتخية او مش موجودة في النفس هيوقف الماكينة في الحال. وده حساس تاني هناخده طبعا في المرحلة الجاية من منهجنا اللي هو الجزء الخاص باحساس اللحمة او حساسات اللحمة سواء كان بالشوكة الجانبية او بالشوكة الوسطى، وعندي كمان نوع تاني اللي هو بيشتغل بالنظام الكهروضوئي، ده طبعا بيشتغل مع الاجهزة اللي هي بنسميها الاجهزة السلبية الحركة او الاجهزة السريعة.
اللي هي بتعتمد على سمك الخيط، انه بحس الخيط من سمكه مش من اي حاجة تانية. ما ينفعش احط شوك سواء كانت جانبية او وسطى على مكنة سريعة او شغالة بنظام مختلف عن نظام المكوك. الكلام ده في النظام التقليدي هنلقى ممكن في المكنات التقليدية او الانوال التقليدية هنلقى شوكة جانبية او شوكة وسطى. الانوال الحديثة هنلقى الاجهزة الكهروضوئية اللي هي بتحس في لحظة ان مفيش خيط لحمة او خيط لحمة مرتخي او خيط اللحمة كمان سمكه زاد او سمكه قل. يعني شوف احنا كمان بندور على ايه، الاجهزة دي كمان هتحس بالسمك. في الحالة دي هقدر اطلع بجودة المنتج بتاعي بشكل اكبر. هو اللي يهمني اكتر في الانتاج بتاعي ايه؟ انه يطلع بجودة. طب ايه اللي ساعدني على الحفاظ على الجودة دي؟ الاجهزة المكملة للحركة بتكمل وبتساعدني على الحفاظ على جودة المنتج. تعالوا نكمل الجزء الخاص بالحركة الخاصة بالجهاز بتاعنا. وزي ما شفنا من شوية ان هنا بقية الاجزاء بتاعتي ظهرت وقلنا ان الدف هو اللي بيتحرك مش الجنب ده، خلي بالنا من الجزئية دي. طب هنا بيكمل بقى بقية الاجزاء بتاعتي. هنا طبعا الجوزاء ومعروف طبعا حجمها الكبير وطبعا مصنوعة من نوع معين من الخشب. هنا زي ما احنا شايفين الحركة الخاصة بالدف او مسار الدف للامام والخلف، للامام بيتم عملية الاحساس وللخلف بيعود في انتظار الحدفة التالية. هنا طبعا الجزء الخاص بالاحساس وهو ده بقى اللي بين الحركة وهو ده اللي بيوصل لي الجزء الخاص بعملية التشغيل. ده اهم جزء عندي. ازاي؟ اذا كان في طبعا ده الشكوى الجانبية على فكرة، وده طبعا الشعب دي مش هنتكلم عنها دلوقتي لكنها من ضمن الجهاز وهناخدها مع الشوكة الجانبية مرة تانية. بس تعالوا نشوف المسؤول عن عملية التحريك هو شكوش الشوكة. طيب وازاي؟ ازاي؟ لان الفيلر الكهربائي عندي لما بيوصل له التيار الكهربي بيبدأ يحرك او يشغل علبة المغناطيس. علبة المغناطيس دي جاهزة ان يتوصل لها التيار الكهربي. اول ما يتوصل التيار الكهربي بتحول لمغناطيس. المغناطيس ده يعمل على ايه؟ هيعمل على جذب الجزء الخلفي للقطعة المعدنية اللي زي ما احنا شايفينها دي، او اللي هي بنسميها احنا السقاطة. السقاطة دي حرة، اذا كنت تم جذبها من الخلف فهترتفع لاعلى وهتسقط من الامام قدام حيز الشاكوش بتاع الشوكة. شاكوش الشوكة هنا عندي في سنتين، السنة الاولى لشعب الشوكة، وطبعا ايه احنا قلنا مش بنتكلم عن حركة بتاعت الجزء الاصفر ده، احنا نتكلم عن السنة الخلفية من الشاكوش اللي هي خاصة بسقاطة التغيير. السقاطة دي المسؤولة عن توصيل الحركة لجهاز التغيير. طب اللي بيحصل ايه؟ لما بيتم جذبها من الخلف بتسقط من الامام قدام حيز السنة الخلفية لشاكوش الشوكة. اثناء عودة شاكوش الشوكة للخلف السقوط بتاعها ده بيخلي الجزء ده كله كتلة واحدة، قطعة واحدة. اثناء عودته للخلف بيبدأ يسحب او يضغط على الكتلة دي كلها ويسحبها معاه للخلف. اثناء عودتها للخلف بتبدأ تأثر على الزراع الرأسي اللي احنا شايفينه ده، وزراع الرأسي ده راكب على الماسورة او العمود الممتد بعرض الماكينة اللي بين الحركة للطرف التاني. يبقى انا هنا عندي حركة مهمة جدا للجهاز بتاعي مش ظاهرة عندي في اصبع الحساس. اصبع الحساس كل اللي عليه ان ده اصبع عامل زي الفيشة بيتوصل تيار كهربي بين الاصبعين بتوعه، واحد فيه تيار كهربي والتاني منتظر وصول التيار الكهربي. بالظبط كده تشبه حركة مفتاح الكهرباء، مفتاح الانارة بتاعي. مفتاح ده عبارة عن ايه؟ طرف فيه تيار والطرف التاني منتظر مرور التيار. طب في ناس فاهمة في الكهرباء تقول لي طب ما انا لازم يكون عندي بنسميها مثلا فردة الكهرباء وفردة الارضي عشان انور او اشغل اي جهاز، لازم الخطين دول يكونوا واصلين. انت بتقطع انهي خط عندك هنا عشان تشغل المكنة؟ طبيعي طبيعي ان الاصبعين واحد فيهم هيكون مارر فيه تيار ارضي عشان ما يكهربش العامل اللي واقف لو لمس اي جزء من اجزاء الماكينة، والطرف التاني منتظر تكميل الدايرة. كل اللي بيحصل ان الدايرة بتكمل بس مش اكتر. طيب هو الفرع التاني اللي هو الكهرباء واصل لفين؟ واصل لعلبة المغناطيس ومنتظر توصيل الطرف التاني. يبقى التيار الكهربي اساسا الفرع الاساسي منه واصل لعلبة المغناطيس ومنتظر قفل الدايرة في الفرع التاني من التيار الكهربي هو الفرع الارضي.
تمام، بحيث ان لو اي عامل يعني جد ايده لمست الاصبعين الحساس اثناء تشغيل الماكينه وكان لامس اي جزء تاني من الماكينه ما يحصلش صعق كهربي ليه. يبقى ده حاجه مهمه في تامين الماكينه. طب تعالى بقى على الجزء التاني. احنا قلنا التيار الكهربي وصل علبه المغناطيس، والطرف التاني منه اللي هو هيكمل الدائره اللي هو التيار الارضي لسه ما وصلش، مقطوع عن اصبعي الحساس. اول ما اصبعي الحساس بيلمسوا الجزء المعدني الدائره بتكمل، بيوصل الكهرباء او التيار الكهربي من الطرف الاولاني من الاصبع للطرف التاني، وبتكمل الدائره الكهربيه بتاعتي. في الحاله دي هيوصل علبه المغناطيس تيار كهربي يقوم بتشغيلها. اول ما هتشتغل هتتحول الملف بتاعها هيتحول لمغناطيس. كل اللي بيحصل ان هو بيجذب السقاطه لاعلى من الخلف. السقاطه دي مثلا بتكون بالشكل ده، اذا انا جذبتها من الخلف هترتفع هتسقط من الامام، لان هي مربوطه بمحور، مربوطه بمحور. في الحاله دي لو قلنا ان هي سقطت بالشكل ده فهي بعدت عن حيز الشاكوش. طب ارتفعت سن الطرف الثاني سقط قدام حيز الشاكوش، والشاكوش راجع للخلف هيضغط عليها ترجع كمان معاه للخلف. هي مش ترجع لوحدها، دي هترجع مع علبة المغناطيس، وعلبة المغناطيس مستندة على الذراع الرأسي، فهتبدأ كل الكلام ده يرجع للخلف ويأثر على العمود، فالعمود يدور جزء من محيطه، دورانه جزء من محيطه هيعمل على تشغيل الطرف الثاني من جهاز البطارية. على ما يتحرك المكوك من الطرف الشمال ويروح الطرف اليمين هيلاقي الطرف اليمين جاهز لإيه؟ لاستقبال المكوك، وحساس تأمين المكوك مستعد ومرفوع جاهز لتقدم الدف عشان يبدأ يحس المكوك جاهز في مكانه ولا لا. طب تعالوا نشرح بقى الشكل مرة تانية عشان نقول الحركة بتتم ازاي زي ما شرحناها من شوية. الحركة هنا بالنسبة للشكل زي ما قلنا انا عندي هنا سقاطة متحركة، متحركة لان راكبة على محور، الطرف الخلف منها بينجذب لعلبة المغناطيس اثناء اكتمال الدائرة الكهربية فيها. فبالتالي اول ما تحول المغناطيس وبتجذب السقاطة الاعلى من الطرف ده بتسقط في الطرف الثاني قدام او السنة الخلفية للشاكوش، وبتعمل على اثناء حركة الشاكوش للخلف بيعمل على الضغط على الكتلة دي كلها ويسحبها معاه للخلف عشان تبدأ توصل الحركة للذراع الرأسي، ومنه بتتنقل لعمود الرئيسي لنقل الحركة الممتد بعرض النول عشان يقوم بعملية التغيير. طب الشاكوش ده بتحرك ازاي؟ بتحرك بفعل كامة الشاكوش. كامة الشاكوش طبعا زي ما احنا شايفين كده كامة اكسندريكية، بتعمل على بتحرك الشاكوش كل حتفتين. بالنسبة لي هو بيحس الاصبع هنا او الجزء الخاص بالشوكة الجانبية بيتحرك كل حتفتين عشان يحس الخيط وجوده من عدمه، فبالتالي لازم يتحرك بالشكل ده. طبعا له طريقة عشان ابدأ اوصله الحركة، وطبعا هنعرفها اكتر واحنا بنتكلم عن الشوكة الجانبية. طبعا الشاكوش طبعا هنا عنده ذراع ذو كوعين، الذراع المايل منه ملامس للكامة، والذراع الرأسي منه راكب عليه الطرف العلوي للشاكوش اللي راكب فيه او اللي موجود فيه سنتين، سنة الشوكة وسنة السقاطة. هنا طبعا هنشوف علبة المغناطيس. هنا طبعا المكنة كانت فاضية وصورنا لكم الجزء ده وهو مفتوح عشان نوريكم الشكل. طبعا علبة المغناطيس لازم تكون متغطية لان زي ما قلنا التيار الكهربي فيها متوصل. فهنا طبعا دي السقاطة اللي بنحركها دلوقتي، دي السقاطة، وده هنا الشاكوش، وهنا سنة الشوكة، وتحت السقاطة هنا في سنة الايه السقاطة. هنا دي علبة المغناطيس، ده ملف زي ما احنا شايفين المفروض متوصل له تيار كهربي، وهنا السنة بتاعت السقاطة الداخلية. هنا طبعا هي مربوطة هنا على محور في تحت العلبة هنا، وزي ما احنا شفنا دلوقتي الشكل بتاعها. هنا اللي لاحظنا علبة المغناطيس متحركة، فبالتالي مسموح لها بالحركة في المجال ده. هنا ده الذراع الرأسي اللي احنا قلنا عليه من شوية، ده طبعا متصل بذراع او بالعمود اللي هو ممتد بعرض الماكينة، هنشوفه دلوقتي. هنا ده العمود، وطبعا هنا شايفين ممتد بعرض الماكينة عند مسند الصدر. طبعا اول ما بيتحرك هنا بجزء من محيطه بيبدأ يوصل الحركة للجانب الاخر عشان يقوم بعملية التغيير او يجهز لعملية التغيير. يبقى انا هنا عندي ذراع او عمود ممتد بعرض الماكينة، شغلته الاساسية انه اول ما بيبدأ تتحرك علبة المغناطيس
بيبدأ يحرك أو يجهز البتري في الجنب التاني. بمعنى أصح الزراع ده هو المسؤول عن حركة التغيير. طيب احنا هنا شايفين ان المكوك هيكون في الجنب ده، طب وهنا هو هيحرك هنا، طب وبعدين؟ طب ما لما يروح المكوك في الناحية التانية ما ممكن الأجزاء ترجع لوضعها الطبيعي. أقول لك لا، ده هو على ما المكوك يروح هناك هتكون اتحركت أو بدأ يتحرك البتري سنة عشان خاطر يجهز عملية التغيير، وبالتالي الأجزاء هتكون جاهزة لعملية التغيير في الطرف التاني. حركة التشغيل هنا الخاصة بالجهاز، عندي الحالة الأولى ماسورة لحمة ممتلئة بخيوط اللحمة. اللي هيحصل إن أثناء تقدم الدف للأمام طبعا ماسورة اللحمة هتكون عليها خيط لحمة، وبالتالي الإصبع الحساس مش هيتوصل التيار ما بينهم، فبالتالي علبة المغناطيس هتظل زي ما هي ما فيش واصلها أي تيار كهربي، وهتظل السقاطة في وضعها الطبيعي بعيد عن حيز الشاكوش الشوكة، وبالتالي مش هتتحرك من مكانها. أثناء عودة الشاكوش للخلف هتحرك حركة حرة بدون ما يجذب معاه أي جزء من الأجزاء اللي موجودة عندي الخاصة بسقاطة التغيير أو حمل السقاطة أو حتى الزراع، هيفضل كل الأجزاء ثابتة في مكانها. طبعا الشاكوش بيتحرك للأمام والخلف، هنا طبعا مفيش أي حاجة مستندة عليه فيتحرك للأمام والخلف بدون أي تأثير، وهتظل المكنة تعمل بشكل مستمر. طب الحالة التانية ماسورة فارغة من خيط اللحمة، اللي هيحصل هنرجع تاني مرة تانية على الرسم. في حالة عدم وجود خيط لحمة اللي هيحصل كالآتي، الأسهم دي بتوضح لي حركة بتاعتي. أول حاجة أنا عندي الشاكوش بيتحرك للأمام والخلف بفعل الكامل الموجودة تحت، أثناء دورانها بترفع الزراع ده الأعلى فيعود الشاكوش للخلف، بيسقط لأسفل فيعود للأمام، فحركته ترددية للأمام والخلف. للأمام بينتظر التأثير المطلوب، للخلف بينفذ التأثير اللي تم. طيب إيه اللي هيحصل هنا في حالة عدم وجود خيط لحمة على ماسورة اللحمة؟ اللي هيحصل إن هيتم توصيل الكهرباء بين إصبعي الحساس، وفي الحالة دي الدايرة هتكمل في علبة الحساس. في الحالة دي علبة الحساس تتحول لمغناطيس. المغناطيس ده هيعمل على جذب السقاطة من الخلف لأعلى. معنى الكلام إنها هتسقط لأسفل من الأمام. إذا سقطت لأسفل من الأمام هتكون في حيز السنة الخلفية لشاكوش الشوكة. عند عودة الشاكوش للخلف هيضغط على علبة الحساس والمكونات دي كلها، لأن خلاص علبة المغناطيس عموما وسقاطة التغيير كل ده هيكون كتلة واحدة، وبالتالي هيتسحب معاه أو هنضغط للخلف عشان يبدأ يحرك الزراع اللي احنا شايفينه اللي هو مستند على علبة المغناطيس. بالتالي الكتلة دي أثناء عودتها للخلف هيبدأ يحرك الزراع ده معاه للخلف. طبعا ده زراع راكب على محور أو راكب على عمود، فبالتالي أثناء حركته للخلف هيخلي الجزء ده يدور جزء من محيطه. دورانه جزء من محيطه احنا قلنا هيعمل ايه؟ هيعمل على تحريك أو تجهيز الطرف التاني، أو هيدي الأمر للطرف التاني اجهز هنغير ماسورة، الماسورة اللي جاية لك في مع المكوك فاضية لازم تجهز عشان تقوم بعملية التغيير. طب ايه اللي هيقول عملية التغيير هتتم او مش هتتم؟ جزء مهم جدا عندي هو حساس تأمين المكوك. حساس تأمين المكوك ده شغلته الأساسية ايه؟ شغلته الأساسية انه يبدأ يرتفع ويبدأ يدخل عليه المكوك. اذا كان المكوك مرتكز في المكان المظبوط او المطلوب بيبدأ يدي الامر عن طريق الدف، يعني الدف كمان اللي بيقوم بعملية التحريك مش اي حد تاني. الدف بيتقدم للامام، الحساس تأمين المكوك بيبدأ يرتكز جوه الفتحة الخاصة بالمكوك ويطمن على المكوك انه بقى ثابت في مكانه، بتبدأ في غراب بيثبت ويبدأ يضغط الدف على الحساس، بيخلي الحساس كتلة واحدة مع المكونات بتاعته. فأثناء عودته للخلف بتحصل بعض الحركة دلوقتي هنشوفها ان شاء الله لو اول ما نبدأ نشوف حساس تأمين المكوك عشان يقوم بعملية التغيير. عملية التغيير في الحالة دي هيبدأ يضغط على شاكوش التغيير، في شاكوش تاني عندي بقى غير شاكوش الشوكة، شاكوش التغيير بيبدأ يضرب على الماسورة الممتلئة عشان تنزل على الماسورة الفارغة، بتسقط الماسورة الفارغة في صندوق تجميع المواسير وبتركب مكانها الماسورة الممتلئة في المكوك. طب الكلام ده عشان نشوفه اكتر هنشوف الجزء الخاص ب
بحاجه بسيطه جدا، وهي هنا طبعا زي ما احنا شايفين احنا بنتكلم عن الكامه بتاعتي، والكامه زي ما قلنا هي بتتحرك حركه دائريه بتعمل على رفع او خفض الشاكوش اثناء عمليه التغيير. طبعا هنا ده شكل مهم جدا من الاشكال الخاصه بعمليه التغيير، وهي اللي بتنقل الحركه بتاعتي زي ما احنا شفنا بالنسبه للجزء الخاص بحركه العلبه. العلبه بتتحرك للخلف، هو الذراع ده المسؤول عن عمليه التغيير وهو المسؤول عن عمليه التحريك. اذا ده اتحرك معناها ان الذراع هنا هيبدا كمان ينقل الحركه للعمود اللي بالعرض، وتبدا تتم عمليه الحركه بالشكل المطلوب. طب الكلام ده بيتم ازاي؟ بيتم في توقيت وجود المكوك في الطرف الاخر. اذا المكوك كان عندي في الطرف الاخر اللي هو الطرف الحساس او الطرف اللي فيه علبة الحساس نفسها، بيقوم بعملية التغيير. اذا كان في طرف تاني في الجنب التاني اللي هو في تحت جهاز البتري، بتبدأ الجهاز زي ما قلنا يجهز لعملية التغيير. طب هو الشاكوش حركته او الشكل بتاعه بيتم او بنقل عليه ازاي؟ ده طبعا بنقل عليه بالشكل اللي احنا هنتكلم عنه، اللي هو هنا طبعا عندي الدايره كامله او الشكل كامل للجهاز، وهنا طبعا بيديني شكل علبه الحساس، وكمان بيديني كمان جزء مهم جدا وهو الدايره الكهربائيه. هنا زي ما بيقول لي انا عندي هنا جزئين من الفرعين التيار، فرع بوصله هنا الطرفين اهو زي ما احنا قلنا من شويه، انا عندي فرع تيار متصل هنا، ده التيار الارضي مثلا، وهنا ده التيار الكهربي، تمام كده. ادي الدايره بتاعتي، الفرع الاولاني او التيار الاولاني، والفرع الثاني هو المتقطع اللي دخل على اصبعي الحساس في قطع هنا، هنا عندي اصبعين، اذا توصلوا هيكمل الدايره للفرع الثاني. احنا قلنا الجزء الارضي هو اللي بيكون جوه علبه الحساس، الجزء الكهربي او التيار الكهربي داخل في علبة المغناطيس. طيب علبة الحساس خارج منها تاني الطرف التاني وداخل برضو على علبة المغناطيس. زي ما قلنا الناس اللي فاهمة كهرباء كويس عارفة ان الاصبع هنا بقى اتحول ليه كأنه مفتاح تيار كهربي، مفتاح تشغيل. بالتالي اذا تلامس الاصبعين مع الجزء المعدني الموجود على الماسورة بيبدأ يشتغل علبة المغناطيس، وبتبدأ تعمل على جذب السقاطة الأعلى، وبتبدأ تسقط لأسفل أمام الشاكوش، وبتبدأ تتم الحركة بتاعتك. ده طبعا شكل من الأشكال اللي عندي اللي بتفسر الحركة أكتر، لكن طبعا مش مطالب الرسم بتاعها، أو المطالبين به هو الرسمة اللي فاتت اللي احنا شرحنا عليها حركة التشغيل. هنا طبعا هنطلع بقى على حساس تأمين المكوك، وده الحساس المسؤول عن ضمان وجود المكوك في موضعه الأصلي. التركيب بتركب من مجموعة من الأجزاء. هنا طبعا ده شكل الأوضاع الخاصة بالجهاز الدف، لكن خلينا على الحساس نفسه هو الجزء اللي يهمنا. ده كان في ذراع موجود بعرض الماكينة، والذراع ده بيتمثل بالدايرة اللي قدامنا دي، ده العمود الرئيسي لنقل حركة التغيير. ده العمود اللي موجود بعرض الماكينة بيوصل هنا بالجزء ده اللي هو ذراع محرك حامل الحساس، يبقى هنا بينقل لي عمود النقل الحركة او نقل الحركة اللي جنب بتاع التغيير، بيحرك لي الجزء الخاص بحساس التأمين. الشاكوش مش تتحرك الا اذا كان حساس التأمين ده ثابت مكانه. طب بيتكون من ايه حساس التأمين؟ بيتكون من عندي هنا إذ لسان الحساس، سقاطة التغيير، سنة التصادم، والياي. طب هو الياي هنا ليه؟ الياي هنا لان اصبع او اللسان هنا بتاع الحساس متحرك بينضغط. طب بينضغط امتى؟ لو لقى ان المكوك ثابت في مكانه والحائط بتاع المكوك امام السنه بتاعت اللسان الخاص بالحساس. في الحاله دي هيقوم بايه؟ هيقوم بالاصطدام بالسنه. طب لو كانت السنه دي ثابته او جامده كان هيحصل عمليه كسر، يا اما في الحساس يا اما في المكوك، لان طبعا حاجه ناشفه هتقابل المكوك اثناء التقدم الدف، لانه طبعا الدف بتقدم بكل قوته، فبالتالي لازم يحصل تصادم في المنطقه دي. عشان التصادم ده ما يتمش الاصبع ده راكب على ياي، معنى كده انه بيتقدم او بيعود لوضعه الرئيسي او بينضغط داخل الجزء الخاص بالحساس.
لو طلعنا الاعلى كده هنلقى شاكوش التغيير، وطبعا شاكوش التغيير ما بيشتغلش غير لما يكون المكوك مرتكز في مكانه عشان يبدا يضرب على ماسوره اللحمه او يضغط عليها عشان تبدا ان هي تنزل. لو لاحظنا هنا حركه الاسهم بتقول ان هنا في حاله الدوران العمود الرئيسي لنقل الحركه بيرتفع هنا الجزء ده لاعلى، ارتفاعه الاعلى بيعمل على رفع او الوضع حساس تامين مكوك في وضع افقي، اثناء تقدم الدف للامام بيبدا يدخل اصبع الحساس داخل الفتحه المخصصه ليه في المكوك. اذا ثابت في مكانه زي ما قلنا بتكمل الحركه، اذا كان مش ثابت في مكانه بتبدا الحركه تشتغل بشكل مختلف. تعالوا نشوف حركه التشغيل وهتبين اكتر الموضوع بتاعي. انا عندي حركتين، حركه التغيير وحركه عدم التغيير. الحالة الأولى ماسورة ممتلئة بخيوط اللحمة. إذا كان في ماسورة ممتلئة بخيوط اللحمة معناها إن الأجزاء أصلاً ثابتة في مكانها. العمود ده ما اتحركش. إذا كان في ماسورة لحمة في الجهة المقابلة معناها إن العمود ده ما اتحركش من مكانه. بالتالي جميع الأجزاء هنا ثابتة في مكانها، حتى حساس تأمين مكوك ثابت في مكانه لأسفل. فبالتالي يتقدم الدف للأمام ويعود للخلف بدون أي تأثير. يتقدم للامام ويعود للخلف بدون اي تاثير عليه، حتى اصبع الحساس مش هتدخل لفتحه الدرج من اساسه لان الماسوره ممتلئه. طب في حاله بقى الحاله الثانيه ماسوره فارغه، الحاله الثانيه ماسوره لحمه فارغه من خيط اللحمه. في الحاله دي جهاز حساس المكوك قبل التغيير، تعالوا نشوف شكله هيبقى عامل ازاي. هنا طبعا قبل التغيير هيبقى الحركه بتاعتي بالشكل ده. هيتعدل الدف، هيتقدم للامام وهيرتفع الحساس لاعلى، وزي ما احنا شايفين بيعدي من فتحه المخصصه ليه في حائط الدرج وبيدخل على المكوك وبيلمسه ويطمن عليه ان هو موجود في مكانه. كده هو جاهز لعمليه التغيير. اول ما يتقدم الدف للامام وهيلقى ان الحساس تامين المكوك ثابت في مكانه ومنتظر الايه؟ منتظر المكوك. في الحالة دي حاجة مهمة هتحصل، إذا كان المكوك ثابت في مكانه مظبوط الإصبع هيدخل جوه المكان المخصص ليه في المكوك وهيبقى في هنا حالة تغيير. طب حالة التغيير ده هتتم إزاي؟ أثناء تقدم الدف للأمام كل الجزء ده لازم يثبت ويبقى كتلة واحدة عشان يقدر يأثر على الشاكوش عشان يديله القوة اللازمة للضغط على الماسورة الممتلئة. الكلام ده هيتم ازاي؟ عن طريق سقاط التغيير. الغراب اللي قدامي ده هيثبت قدام الجوزاء اثناء تقدم الدف للامام اكتر، هيبدا يضغط على الغراب ده وهيخلي الجزء ده كتلة واحدة. طب الحالة التانية بقى اذا كان الاصبع ده مش ثابت في مكانه، انضغط بسبب ان المكوك متحرك عن مكانه سنة للأمام أو سنة للخلف، هيضغط على الإصبع ده والإصبع ده هيدخل لداخل الجزء بتاع الحساس أو جسم الحساس، هيضغطه قوي فبالتالي هيكون مفيش أي تأثير للغراب ده أثناء الإيه أو سقاط التغيير أثناء عملية التغيير، وبالتالي مش هتتم عملية التغيير، هيرفض عملية التغيير وبالتالي مش هيتحول كأنه كتلة واحدة، فبالتالي هيزيل تأثير إيه الشاكوش عن عملية تغيير الماسورة، وبالتالي هيبدأ يضغط على ايه؟ هيبدأ يضغط على الفاضي، وبالتالي مش هيبدأ يوصل بالقوة بتاعته عشان يقوم بعملية تغيير ومش هتتم عملية التغيير. يبقى انا عندي حالتين، حالة ان المكوك مستقر في مكانه هيبدأ ان هو ايه؟ يجهز للتغيير. اذا كان المكوك مترحل عن مكانه سنة واحدة بس هيرفض عملية التغيير ويخلي المكوك يروح في الجهة المقابلة عشان يقوم بعمل حتفة تانية على الفاضي عشان يكمل مرة تانية. طبعا الجزء ده بيتم ازاي؟ عن طريق كمية الخيط الملفوفة ورا القطعة المعدنية، بيتلف كمية خيط دول احتياط، يعملوا حتفتين تلاتة اربعة خمسة ستة ايا كان عدد الحتفات، بيبقى كمية حتفات معقولة عشان يخلي المكوك يستمر في عملية التغيير. يمكن هنا احنا برضو ما زلنا لسه ما كملناش الحركة النهائية، هناخد طبعا في اخر الحلقات الخاصة بجهاز البتري هناخد الحركة كاملة بما فيها الاجزاء اللي احنا كمان اشتغلنا عليها الفيلر والحساس تأمين المكوك وكمان نوصل للشاكوش وكمان المقص. لازم كل الاجهزه دي تشتغل في حركه نهائيه مع جهاز البتري. يمكن من اطول الاجهزه عندنا في الجزء الثاني من منهجنا هو جهاز البتري بسبب مجموعه الاجهزه المكونه منها،
ممكن يجي لي كمان اسئله في الامتحان مجزاه، ممكن تكون الاجهزه بالكامل على الجهاز بكل الاجهزه بتاعته كحركه تشغيل كامله. وطبعا دي هنشوفها مع كمان المراجعات والاسئله اللي احنا هنعملها مع بعضنا في الايام الجايه بعد ما نبدا نخلص الجزء الخاص بمنهجنا. يمكن زي ما قلنا كده منهجنا بسيط وبيخدم جزء الخاص بالعملي. اتمنى بس من حضراتكم ان انتم دايما تكونوا بترسموا اكتر واكتر الرسومات بتاعتنا عشان ناخد على الرسومات. وطبعا لو في اي مشكله في الرسم تقدروا تبعتوا لنا على صفحتنا او على الحلقه على قناه اليوتيوب وهرد عليكم ونبدا نعدل الرسومات ان شاء الله. في الفتره الجايه محتاجين نخلي بالنا من الرسومات عشان نكون جاهزين للامتحان. وبرضه في المراجعات هنقول ايه هي الرسومات المطلوبه وطرق رسمها كمان، ونقدر نعمل لكم فيديوهات خاصه ليكوا على قناه اليوتيوب عشان نشوف ازاي بنرسم بشكل بسيط. طبعا هنا الصعب اننا نرسم قدامكم، لكن ان شاء الله هنحاول نخلي الرسومات بتاعتنا موجوده معاكم بطرق رسمها ان شاء الله في الايام الجايه. وطبعا في النهايه احنا بنتمنى لكم التوفيق، محتاجينكم تنجحوا، محتاجينكم تذاكروا، هنعدي الفتره دي ان شاء الله مع بعض على خير، ونشوفكم ان شاء الله في الحلقات